Good morning, my darling. Today we continue the curriculum of algebra with inequality. Inequality برضو درس مش جديد علينا خالص. We have studied before grade 6. Okay? What is the meaning of inequality? We have means of meaning of equation. Okay? احنا خدنا تعريف الايكويشن قبل كده ان احنا المفروض ان انا عندي two both sides are equal. Left hand side equal right hand side. Between them a equal. Okay? This inequality. Smaller, bigger. Okay? Smaller, bigger. طيب في ناس بقى جم قالوا لي يا مس بصراحة احنا بنتلخبط بين كلمة less كلمة more. Okay? طيب هقول لك انا على حتة صغنونة خالص كنا بنقولها للولاد زمان هما صغيرين كلمة less. Less دي less. Letter L. Letter L دي less. Okay? More the opposite. This less, this more. يبقى لما اقول مثلا this bigger this او this smaller this. Okay؟ لما لو احنا عملنا كده يبقى ديت ايه؟ equal بقت equation. اعمل كده بقت inequality. كده equation. Inequality equation. عشان نبقى عارفين the difference between this and this. Okay؟ What is the meaning of inequality? Inequality means two both sides, okay, two both sides, between them, the sign, less or equal, more or equal, okay. احنا برضو نفس الكلام عندنا left hand side, okay, وعندنا right hand side, تمام. هنا برضو عندي x. هنا عندي نمبر. اتفقنا قبل كده كان الايكويشن هنا ما بدل ليس او مور كان عندنا ايكوال. لا الايكواليتي ان انا عندي ذا تو ساين بتوين ذيم اني ساين اوف ذيس. طيب عايزين نفهم الكلام اكتر. لما باجي اقول نيجاتيف 2 و 3 نيجاتيف 2 مور او ليس سامعاكم كلكم بتقولوا ايه؟ ليس ذان، تمام. طب لو انا قلت 2 ونيجاتيف 3 هنقول ايه؟ مور ذان. لو قلت هنا 2 وهنا قلت نيجاتيف 3 هتبقى ايه؟ مور ذان. طيب انا دلوقتي بالنسبه لي انيكواليتي عايزين اكزامبل عليها بحيث ان انتوا تكونوا عارفينها. طبعا احنا عارفين قبل كده الرولز بتاعتها ان انا لو قلت الاي من اللي احنا واخدينها من الاي ايه مور ذان بي، تمام. يبقى لو انا قلت اي بلس سي وبي بلس سي، ايه الريليشن ما بينهم؟ برضه بتبقى مور ذان. يعني نفس الكلام لو احنا جبنا برضه نفس الكلام بتاعنا هنا، لو انا قلت هنا اهوت ايه؟ لو انا جيت هنا وحطيت تمام؟ ادي الاي وادي البي. اوكي؟ لو قلت انا البي اوكي الاي الاي مور ذان بي. طيب لو انا جبت السي، لو انا حطيت اللي هنا قد اللي هحطه هنا. يبقى ايه؟ ادد. يبقى هتبقوا ايه؟ نفس الوضع بتاع نفس الوضع. لا هيبقى كده تمام؟ هيبقى نفس الايه؟ الوضع بتاع. طب تمام. انا بس كل اللي انا كنت عايزاكم تفهموها ان انا inequality الحل بتاعها السوليوشن بتاعها نفس الستبس بتاعه الايه؟ الايكويشن. نفس الستبس ما اختلفتش حاجه خالص اللي هم الستبس بتاعتنا اللي هي مين؟ تعالوا نفتكرهم كده مع بعض اللي هي الاوردر اوف اوبريشن وان انا بجيب الفاليو بتاعت الاكس تمام؟ وبعمل سوليوشن ست، بس السوليوشن ست بتاعتي بقى في الملعب بتاعي مش هيطلع لي انتجر، ده هيطلع لي انت السنه دي في بيب 1 انت هتاخد حاجه اسمها ايه؟ الناتشرال ان زد ان انتجر، اوكي؟ في بيب 2 هتاخد حاجه ثانيه، فهيبقى برضه شكل السوليوشن ست بتاعتك هتختلف، انما شكل السوليوشن ست بتاعتي في الانيكواليتي بتبقى عباره عن نمبرز كتير مش يونيك نمبر، عشان احنا لو لاحظنا في الايكويشن بيطلع لي نمبر واحد. وبرضه لازم نكون عارفين ان انا عندي هنا الايه السولفنج ايكويشن بتاعتي او الانيكواليتي بتاعتي فروم ديجري فيرست ديجري. يعني ايه فيرست ديجري؟ يعني ان انا بدور على هدف واحد ايم واحد بس. اوكي؟ طيب انا دلوقتي عندي دلوقتي اول ذا فيرست اكزامبل بيقول لي سولف انيكواليتي اكس بلس 5 مور ذان 3. What is the meaning of
x plus 5 more than 3. We find all numbers added to 5 becomes more than 3. They are more than one number. Not unique. مش حل وحيد. لا في حل في حلول تانية كتير. طب تعالوا كده نشوف نفس the same steps of equation لنفس الحل التاني. طب هنعمل ايه؟ the first step we deleting ايه؟ positive 5 by adding negative 5 to the both side. يبقى x 3 minus 5 اللي هي الخطوة اللي هي ايه؟ by adding negative 5 أو additive inverse of 5 to the both sides. اوكي؟ يبقى ال x more than 3 minus perfect 3 lose 5 هتبقى كام؟ ها؟ negative 2. أنا هنا الصلب بتاعتي فين؟ قال لي عايزها مرة فين؟ عايزها مرة في ال z وعايزها مرة تانية فين؟ في ال n. اوكي؟ عايزها مرة في ال z وعايزها مرة فين؟ في ال n. طيب لما انا اقول السوليوشن ست بتاعتي تعالوا نكمل هنا انا لغايه دلوقتي انا جبت مين؟ الاكس مور ذان نيجاتيف 2. هل انا جبت السوليوشن ست؟ لا. يبقى السوليوشن ست بتاعتي تبقى شكلها عامل ازاي؟ السوليوشن ست بتاعتي بالنسبه في ال n في الناتشرال ان n انا عايزه all numbers مور احنا اتفقنا دي اسمها ايه؟ موزان. دي ايه؟ موزان نيجاتيف 2. مين الموزان نيجاتيف 2 وموجود في ال n؟ اول حاجه مين؟ ها سمع في ناس بتقول اهي 0 ها 1 2 3 ها and so on. وطبعا انا قلت لك ايه؟ انها ميني نمبرز لانها انيكواليتي اوبن مفتوحه. اوكي؟ مفتوحه معايا. طب انا ابتديت ليه بالزيرو؟ عشان ناتشورال. طب في ناس بتقول يا الله طب النيجاتيف نوت بيلونج تو ان. طب لو انا عايز السوليوشن ست بتاعتي بس فين؟ في الزد. عايز السوليوشن ست بتاعتي في الزد. انا عايزه all numbers more than negative 2. مين هو all numbers وبيلونج تو زد ومور ذان نيجاتيف 2؟ هيبقى مين؟ نيجاتيف 1. طب ليه ما خدناش نيجاتيف 2؟ انا سامعه في ناس بتسال ايه؟ ليه ما خدناش ليه نيجاتيف 2؟ لان نيجاتيف 2 معايا بالنسبه لي هتبقى ايه؟ مش معايا لانه ما قاليش كلمه ايكوال. لو قال لي مور ذان او ايكوال كنت خدت نيجاتيف 2 معايا في الزد. اوكي؟ انا قلت لك اهم حاجه في الايكويشن والانيكواليتي التو بارتس دول لازم ادور على الفيلد اللي انا بمشي فيه، الملعب بتاعي هل هو في ان ولا في زد ولا في كيو؟ اوكي؟ طيب هتبقى نيجاتيف 2 واخد بالي في الانيكواليتي بالذات هل هي مور ولا مور او ايكوال؟ ليس ولا ليس او ايه؟ نيجاتيف 2 1 ها 0 1 2 3. في حته بقى صغننه خالص للناس اللي ايه الحلوه الناس اللي بتحل الحل كامل ان انا لازم اعمل نمبر لاين. ايه هو النمبر لاين؟ كلنا عارفين النمبر لاين بتاعي طبعا ده معايا 0 ادي 1 2 ادي 3 ادي 4 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 بلونج تو ان. انا ماليش دعوه بالنيجاتيف المفروض ان انا ما كنتش اعمله المفروض ان احنا نبتدي من الزيرو بس لا انا عملت نمبر لاين واحد عشان تبقوا انتوا عارفين الزد والان اهو تبقوا انتوا عارفين ايه ادي 0 ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2. عندي بالنسبه للان هيبقى نبتدي بمين؟ بالزيرو. ادي الزيرو معايا وال1 معايا وال2 اند سو اون ماشيين كده على طول. مش هنوصل البوينتس ببعضها عشان في ناس بتقول لك لا احنا نوصل لا انت ما خدتش فين؟ انت مش واخد الاول نمبرز كمان بتوين 0 و1. لا انا عامله لك الدايركشن بتاعي ايه؟ ان هو ماشي في الايه؟ في الار وكده. اوكي؟ يبقى 0 1 2 3 اند سو اون. انما انا واخده مين؟ ال 0 ال 1 ال 2 ال 3. لازم تكون عارف الهدف من الحل بتاعي ما بوصلهمش ببعض. اوكي؟ هنا نيجاتيف 1 ادي نيجاتيف 1 ادي نيجاتيف وادي 0 وادي 1 وادي 2 وادي 3 وادي 4 اند سو اون. اوكي؟ وبكده انا عملت لك النهارده سولفنج ايكويشن سولفنج انيكواليتي تمام؟ الفيلد بتاعي في ايه او المجال بتاعي ماشي في ايه زد ولا ان وعملنا كمان النمبر لاين وعملنا السوليوشن ست. اوكي انذر اكزامبل سولف بس مره ان كيو ومره ان نيجاتيف 2 اكس مور ذان او ايكوال 1
عايزه مره ان كيو ومره ان ايه؟ ان ان. سهله خالص. نيجاتيف 2 مور ذان او ايكوال 1. احنا قلنا ان احنا اول حاجه بنعمل ايه؟ عايزين اكس انسايد، ده الهدف بتاعي. لازم تكونوا انتوا عارفين هدفكم ايه. اول ما الاقي سولف انيكواليتي او الاقي سولف، انا عايزه اكس وهنا نمبر، هنا اكس وهنا نمبر. طيب هنا في اكس مخلوطه معاها نيجاتيف 2، نخلص من نيجاتيف 2 دي نعمل ايه بالمالتبلاي؟ يبقى ديفايدد. ديفايدد مين؟ ديفايدد ها 2. مش هقول ديفايدد نيجاتيف لان احنا عارفين الدينومينيتور ما بيحبش النيجاتيف، عشان في ناس تقول لي نعمل ديفايد نيجاتيف 2، لا اعمل ديفايد 2. وهنا ديفايدد 2 هتبقى هنا نيجاتيف اكس مو زانو ايكوال ايه؟ هاف. احنا متفقين على حاجه من الاول خالص، وي ها وي ماست بي ذا رايت هاند سايد اكس والليفت هاند سايد نمبر. اوكي؟ هنا نيجاتيف اكس، احنا اتفقنا على ان يكون في معايا نيجاتيف؟ لا، احنا قايلين عايزين اكس فاضيه خالص امتي. اكس دي تكون لوحدها، واقفه لوحدها كده، مفيش معاها اي نمبر ولا اي ساين ولا اي حاجه. طبعا النيجاتيف دي هنخلص منها ازاي؟ هنقول مالتبلاينج نيجاتيف 1 باي مالتبلاينج نيجاتيف. لما نيجي نعمل هنا بقى الخطوه اللي جايه دي ضروريه جدا ولازم تاخد بالك منها. انا حبيت ان انا اشرح الاكزامبل ده واكد عليه عشان تاخد بالك منها قوي. النيجاتيف اكس دي هنعمل مالتبلاينج نيجاتيف 1، هتبقى الاكس ها ساعه ما اقول دي اكس تمام؟ عملت باي نيجاتيف 1 لازم تغير لي الايه؟ المور تبقى لس واللس تبقى مور. طب دي مور ازاي؟ تبقى لس ازاي؟ وهنا تبقى نيجاتيف 1. طب ليه؟ عشان انا هنا الانكواليتي بتاعتي هتت ايه؟ هتتقلب. هتتعمل لها ايه؟ عمليه ايه؟ هنقول ان هي بدل ما تبقى all numbers البوستيف، لا هتبقى all numbers النيجاتيف، فشكلها مش ظريف او شكلها مش مهضوم، يعني هنبتدي ان احنا عايزين نخلصها فلازم نخلص النيجاتيف. ها؟ we must be change the sign of a of x. it must be positive. Okay, it must be positive. يبقى divided by multiplying negative لازم الساين هتختلف معايا. اوكي؟ دي لازم ناخد منها لان دي very important، لازم تاخد بالك منها جدا. لان في ناس كتير ما بتاخدش بالها منها، اوكي؟ كده انا ركزت عليها. ناخد بقى عايزه انا كده وصلت ان الاكس less than or equal negative half. انا عايز السوليوشن ست بتاعتي فين؟ ميه في الكيو وميه في الان. اللي في الان معروفه. انا دلوقتي انا عايزه ايه؟ الاكس تكون less than negative half or equal. هل في حاجه في الاكس في الان less than negative half؟ انا بسالك سؤال هو المفروض انتوا تكونوا عارفينه. المفروض يكون ايه؟ هيكون ايه؟ 5. لاني ما عنديش، انا ما عنديش number less than or equal negative half. يكون natural. انما انا عندي في الكيو لان الكيو هي ايه؟ تعالوا كده نفتكر مع بعض. Any number we can put A over B such that A will be belong to Z. اوكي؟ Will be not equal 0. مش الست كانت بتقول لي كده بتاعت الكيو؟ يبقى دي مش A over B اللي هي نيجاتيف 4 اللي هو الفراكشن. طيب طب انا لما اجي اقولها بقى هكتبها ازاي؟ بص برضو عشان دي برضو another لازم تاخد بالك قوي من شكل السوليوشن ست بتاعتي. شكل السوليوشن ست بتاعتي مش زي الزد ولا زي الان. لا دي بتتكتب بشكل ايه؟ الكاركترايزد ميثود لو انت فاكر. احنا عارفين ان السوليوشن ست دي بتتكتب على شكل ست، على شكل ست لو هي انتجر. تعالوا كده نفتكر مع بعض، هنكتبها كده. دي اسمها الليستنج. في طريقه ثانيه اللي هي الكاركترايزد. الكاركترايزد دي بتاعت الكيو، ان احنا بنقول الاكس ساتش ذات الاكس بلونج تو كيو، والاكس باخد شكل الريليشن دي واكتبها هنا ليس ذان او ايكوال نيجاتيف 5. ما بتتغيرش حاجه. صعبه ديت؟ تمام تمام. انا دي بالنسبه لي مش عايزه نمبر لاين دي. اوكي؟ طيب انا لو كنت عايزه اخر اكزامبل، وده بقى اللي انا عايزه انبه عليه قوي ان انت تاخد بالك منه، لاني انا بالنسبه لي عندي هو زي الايكويشن بالظبط بس تاخد بالك منه في السوليوشن ست. اوكي؟ انذر اكزامبل بيقول solve inequality اللي هي 3x minus 1 less than or equal 2x plus 3. عايزها الاكس belong to مين؟ to q. اوكي؟ وعايزها على النمبر لاين. طب تمام، انت بالنسبه لك الكيو على النمبر لاين انت مش مطالب بيه حتى الان. تمام، انا مش هطلبه منك، بس اللي انا عايز يعني اللي انا طالباه منك حاجه واحده. ممكن هنعمل اوبزرفيشن عليها. اوكي اوكي، لان هي انت مش مطالب بيها معايا دلوقتي، لان هو انا بقولها لك ليه؟ عشان هو مكتوبه في عندك في الاكزامبل. عندك هنا النيجاتيف، عندك 3
x minus 1 less than or equal to x plus 3 دي الايكويشن بتاعتك الانيكواليتي بتاعتك. هنعمل عمليه ايه؟ هنعمل عمليه سيبريتنج. ايه هي السيبريتنج بتاعتي؟ تعالوا نفتكرها كده. هنعمل x in the left hand side والنمبرز in the right hand side. طبعا التشينج واحنا بنعمل التشينج ده بيعدي من هنا لهنا بيتعمل له تشينج للساين، اوكي؟ يبقى 3x minus 2x ها less than or equal positive 3 وتجي لها بالبوستيف ايه؟ 1. Profit 3 lose 2 يبقى x less than or equal كام؟ 4. طب سؤال حبايبي الحلوين، لو انا بجيب ان n ها ال x less than or equal 4 ان n، تعالوا انا مش عايزه ابقى اخلي الفيلد بتاعي في الكيو بس، انا عايزه اوسع لك اكتر في مداركك واقول لك لو انا عايزه في ال n يبقى السوليوشن ست بتاعتي في ال n هتبقى ايه؟ في ال n طالما هنا equal يبقى ال 4 داخله معايا اللعبه، والليس ذان 4 هيبقى مين؟ 3 2 1 ها سامع حبايبي الحلوين بيقولوا 0 واقفلي يا مس. برافو عليك، كلكم شاطرين كلكم حلوين جدا. انتوا قلتوا الرنوف لغايه الزيرو ليه؟ عشان دي ان. طب لو كانت زد زد تبقى 4 3 2 1 0 اقف؟ لا كملي. تمام، دي فين؟ في الزد. دي فين؟ في الان. طيب لو كانت في الكيو اللي انا عايزاها يبقى شكل السوليوشن ست بتاعتي ايه؟ شكل السوليوشن ست بتاعتي الاكس اللي هي كاركترايزد، احنا بنكتبها بطريقه كاركترايزد، اكس ساتش ذات الاكس بلونج تو كيو والاكس ها للزانو ايكوال 4. تمام، وبكده اكون انهيت معاكم النهارده البارت اوف انيكواليتي، اوكي؟ ويز ماي بيست ويشز اول ماي 100.